الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا يبحث عن شركة حياة تسافر معه إلى القمر بمواصفات محددة وشروط، منها أن تكون قد تجاوزت 20 عام، مهتمة بالسفر إلى الفضاء، تأمل بتحقيق السلام في العالم. رحلة الملياردير مع حبيبته ستكون ضمن موضوع برنامج وثائقي بعنوان فول مون لافرز. الملياردير المثير للجدل يستعد للسفر إلى القمر في عام 2023. الرحلة تنظمها شركة سبيس اكس والتي يملكها إيلون ماسك. يوساكو مايزاوا 44 عام، قطب صناعة الموضة الياباني، اشتهر بتصرفاته الغريبة. قرر منذ فترة توزيع 9 ملايين دولار على عدد من متابعيه على موقع تويتر لمعرفة ما إذا كان ذلك سيجعلهم أكثر سعادة. فمن ستكون سعيدة الحظ؟